الجيش العربي السوري يكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بمحور دير الزور. تسوية أوضاع ومصالحات في صعصع بريف دمشق الغربي ومحج بريف درعا. الدفاع الروسية تقول إن مجموعات المراقبة على نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر بسوريا تصف الوضع بالمستقر. من العاصمة السورية دمشق نحييكم ونقدم لكم هذه الساعة الإخبارية، أسعدتم مساء. الجيش العربي السوري يستهدف تحركات ومراكز لتنظيم داعش الإرهابي في أحياء الشيخ ياسين والحميدية وأكنامات ومحيط المطار العسكري بدير الزور، محققا إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين. المشهد الميداني في هذا التقرير. ضربات متلاحقة توجهها وحدات من الجيش العربي السوري على محور دير الزور لتنظيم داعش الإرهابي. وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عمليات مركزة على تجمعات وتحركات داعش في المدينة ومحيطها. ضربات مكثفة استهدفت بؤر ومحاور تحرك داعش في أحياء الشيخ ياسين والحميدية وكنامات ومحيط المطار، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف التنظيم الإرهابي. وكانت وحدات من الجيش قد دمرت نفقا لداعش وقضت على عدد من إرهابيه في حي الصناعة وعلى المحور الشرقي لمطار دير الزور. وعلى محور ريف حمص الشرقي تتابع وحدات الجيش بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني تقدمها. مصدر عسكري أكد أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على مقلع المشيرف الجنوبي، وأحكمت السيطرة ناريا على الطريق الواصل بين قرى جباب حمد ورسم حميدة وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة الشرقية بريف حمص الشرقي. عمليات على أكثر من محور تنفذها وحدات الجيش مكبدة التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة. ونتابع مشاهد من سيطرة الجيش العربي السوري على مقالع المشيرفة والسيطرة النارية على قرية هبرة الشرقية وهبرة الغربية بريف حمص الشرقي. في إطار المصالحات الوطنية اجتمع أكثر من 1000 شخص في لقاء بمنطقة صعصع في ريف دمشق. جاءوا من مختلف قرى وقرى ريف دمشق والقنيطرة بحضور القنيطرة ومفتي الجمهورية العربية السورية.
عموما هناك أكثر من 1000 شخص إلى 1300 شخص، هو لقاء تصالحي بين المواطنين، خاصة أن هذه المنطقة الواقعة بين مثلث الحدود الإدارية لثلاث محافظات، أتحدث عن ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، كانت تعاني من الإرهاب فيما سبق، لكن سلسلة من العمليات التي قادها الجيش العربي السوري في الست أشهر الأخيرة أفضت إلى تحرير أكثر من 40 قرية، إضافة إلى ذلك نقل المسلحين غير الراغبين بالتسوية إلى إدلب، بعد ذلك تمت تسوية أوضاع جميع من أراد البقاء في هذه المنطقة، وكان قد شكل في منطقة سعسع أيضا للمسلحين المسوى أوضاعهم لواء فوج الحرمون التابع للجيش العربي السوري، والمنوط به تحرير باقي المناطق. وهنا أتحدث عن منطقة بيت جن، وهي البؤرة الأخيرة للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق، وهي عند السياج الفاصل مع الجولان المحتل. الرسالة أنهم أرادوا من هذه القرى أن تتقاتل، وأرادوا من هذا الشعب أن يتصادم. هم فكروا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا سوريا من خارجها، فأرادوا أن يأتوا سوريا من داخلها من أبنائها، فإذا بالشعب السوري يخيب ظنهم ويقول لهم نحن أمة واحدة، نحن من منعنا الحرب عن لبنان ومنعنا التقسيم عن العراق واستقبلنا شعب فلسطين، وقررنا أن الجولان هي في قلب سوريا وليس حدودها، وأن القدس هي في قلب دمشق. هذا الذي نراه اليوم هو رسالة لكل العالم، أنكم أردتم شعبا سوريا متقاتلا. هذا هو الشعب السوري بكل أطيافه بكل أبنائه، مع قيادته الواحدة، مع جيشه الواحد، مع فكره، مع عقيدته. هذه سوريا تقول للعالم أردتم ذلي وأراد الله عزي، أردتم أن تأيدوني في البئر وأراد الله لي أن أكون دائما في القيادة، فستبقى سوريا نموذجا للعالم العربي وللعالم الإسلامي وللعالم الإنساني. إذا كان شعب بلد بهذا الشكل فليهنأ هذا الشعب، وهو المنتصر لابد. هذه الصورة التي نعيشها حاليا هي سوريا الحقيقية، سوريا المحبة، سوريا التسامح، سوريا الصمود، بفضل هؤلاء المواطنين وبفضل بطولات جيشنا العربي السوري والقوى الرديفة وكل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري. كان انتصارنا بدماء شهدائنا الأبرار، ستزهر دمائهم نصرا قريبا إن شاء الله. يا أمة العرب، يا أمة الإسلام، هذه سوريا فداء لكم كانت وستبقى حصنا لكم، فكفاكم يا أبناء العرب ويا أبناء المسلمين. فنحن الآن على سفوح الجولان ندعوكم لتأتوا إلينا لنحرره، لا لترسلوا إلينا من يقتلنا. ها نحن نمثل كل أبناء سوريا بكل شرائعها، نرسلها رسالة، اللهم فاشهد أننا قد بلغنا العرب والمسلمين. وفي مدينة إزرع بريف درعا اجتمع أكثر من 2000 شخص من أبناء بلدة محجي لتسوية أوضاعهم على خطى المصالحات. منفذ الإخبارية رامي عباس تابع التفاصيل وسنتابعها معكم. على خطى المصالحات سار أبناء بلدة محجة في ريف محافظة درعا، فترك حاملو السلاح سلاحهم وعبروا إلى ضفة أهلهم بعدما أدركوا زيف الادعاءات وشعارات من حاول تخريب سوريا. في هذه القاعة بمدينة إزرع اجتمع ما ينوف عن 2000 من أبناء بلدة محجة وذويهم لتسوية أوضاعهم. رسالتنا اليوم عبر مصالحة محجة هي امتداد لحلقات سابقة تمت بمصالحات بإنخل وبالصنمين وبغباغب وبغيرها، كل قرى حوران بإذن الله قري ورا قري راح تنفذ هذه المصالحات، رغم كل المعيقات، رغم كل التهديدات، رغم كل التزييف والتضليل الذي يحصل من الخارج. هذه المصالحة اليوم أو التسوية بالأحرى حفاظا على أشقائنا وأخوتنا في أهل حوران وخاصة محجة، من أجل حقن الدماء وعودة المغررين إلى حضن الوطن وعودة الأهالي كل حسب عمله إلى بلده آمنا مطمئنا. هذا يثبت بشكل قاطع وحقيقي من هم أهالي درعا، الشرذمة التي تقف في وجه الحق ليس لها أي دور. طبعا لا يمكن أن نقول بأن هناك أي تسوية أو أي مصالحة أو أي تسامح من الممكن أن يتم دون انتصار الجيش العربي السوري.
هذا كلام غير مقبول. نحن اليوم عم نقول للكل أنه نحن سوريين رح نرجع نعيش مع بعض، وكما قال السيد الرئيس نحن نعول على مصالحات فقط، نحن لا نعول على أي شيء. نحن كأبناء درعا كان لنا شرف اليوم أنه يكون عم نجتمع مع القيادة العسكرية والوجهاء لتكليل هذه المصالحة. نشكر كل إنسان سعى في هذه المصالحة لإعادة هؤلاء الشباب الذين ضلوا الطريق وعادوا إلى حضن الوطن. جهود عدة شهور تكللت بإتمام عملية المصالحة في هذه البلدة، مصالحة اختلفت عن غيرها من حيث حجم التهديد الذي تعرض له أبناء البلدة لإفشالها، إلا أن إرادة السوريين هناك كانت أقوى. المصالحات الوطنية هي دليل على محبة الناس لسوريا، سوريا كبيرة بمحبتها، سوريا كبيرة بشعبها، بأهلها، بجيشها، بقائدها، هي تجمع الجميع. الخطيب والإمام لهما الدور الأكبر، ورجل الدين في كل مكان ينجز بإذن الله تعالى، وهذه المصالحة الآن تعبر عن المصالحات القادمة إن شاء الله في درع البلد وغيرها. المصالح ما تدوم، الوطن أثمن من كل شيء، الوطن غالي، لازم نرجع لوطنهم وما نذبح بعضنا احنا من اجل السعوديه خايفه علينا، قطر خايفه علينا، خطا هالحكي هذا. اذا احنا ما نقوم مع بعضنا ونتكاتف ونكون ردفين للجيش العربي السوري، مو وطنيه هي. فالوطن غالي علينا، الوطن عزيز وغالي، والمنظمات هاي الارهابيه احنا بنكرهها كلها جدا وبنحاربها يعني، ولا بنسمح انه للارهاب يظل بنقتلعه من جذوره ان شاء الله. الذي يفصل بينهم وبين جادة الصواب قرار، وبعده كل الإجراءات ميسرة، وبالتالي عودة كافة الخدمات إلى بلداتهم ومدنهم. من مدينة إزرع في ريف محافظة درعا، للإخبارية السورية رامي عباس. وصل إلى مدينة حمص حافلتان من منطقة جرابلس تقلان نحو 41 شخصا ممن خرجوا من حي الوعر باتجاه جرابلس ضمن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة في الحي، حيث عادوا إلى حمص بعد المعاملة السيئة التي عانوا منها في جرابلس. قالت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات المراقبة على نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر بسوريا تصف الوضع هناك بالمستقر. الوزارة أضافت أن الجانبين الروسي والتركي للجنة المشتركة التي ترصد نظام وقف الأعمال القتالية سجلا 11 انتهاكا محدودا بمحافظات دمشق وحماة وحمص واللاذقية وإدلب ودرعا، تمثلت في رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية في مناطق تحت سيطرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، مضيفا أن المباحثات مستمرة مع قادة الفصائل بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة. قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي إن تطبيق اتفاق أستانا سيخلق المناخ المناسب لمسار جنيف. وبعد لقائه في دمشق مع نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد، أكد رمزي أن السلال الأربعة ستناقش بالتوازي في جنيف القادم الذي سيكون مختصرا ومركزا. كما تعلمون نحن نضع أهمية كبيرة لتخفيف التوتر وخفض التصعيد
ولدينا أمل كبير في أن تؤدي اتفاق أن يؤدي اتفاق أستانا إلى ذلك، وهذا من شأنه تهيئة المناخ المناسب لمسار جنيف. هناك علاقة تبادلية ما بين جنيف وأستانا، تثبيت وقف إطلاق النار شيء مهم وأساسي لخلق المناخ المناسب لمحادثات جادة، وفي نفس الوقت وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون له استمرارية دون أفق سياسي، وهذا أمر مهم جدا. كما تعلمون اجتماع يوم الثلاثاء القادم سوف يكون مختصرا ومركزا، وهناك المثل العربي الذي يقول المختصر المفيد، وهذا ما نريد أن نحققه المرة القادمة، ونتطلع إلى المساهمة الإيجابية والبناءة من قبل الحكومة السورية لإنجاح هذا الاجتماع الذي نعتبره اجتماعا هاما، ولكن كما ذكرت سوف يكون مختصرا ومن ثم مركزا. بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سوريا والمنطقة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء تركيز الاهتمام الأساسي على نتائج اجتماع أستانا الرابع، ولا سيما توقيع المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر، إلى جانب ببحث عدد من المسائل المرتبطة بالجولة القادمة من الحوار السوري السورية المقرر عقدها في جنيف برعاية الأمم المتحدة. زار الوفد الحكومي المكلف بمتابعة تأهيل المناطق المحررة في ريف دمشق الغربي منطقة بلودان والزبدان اطلاعا على واقع الحال في المنطقة وتقييما للأضرار. بدنا شغلة من كل أصحاب المحلات، بدنا رجعون أحلى، يعني معنا شايف الواجهات بتكون موحدة بشكل بسيط. متابعة لتنفيذ ما تقرر بزيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، زار المهندس بشر يازجي وزير السياحة والدكتور عاطف نداف رئيس لجنة متابعة تأهيل المناطق المحررة في ريف دمشق الغربية والمهندس أحمد القادري وزير الزراعة عدة مواقع في منطقة الزبدان، والتقوا بأصحاب المنشآت والمنتزهات الشعبية واستمعوا لمطالبهم. نحن بالنسبة لنا بدنا فترة رمضان تكون فترة كفيلة أنه يكونوا يجهزوا كل شيء خلال الفترة هاي لتفتحوا فعلا بعد رمضان. خلال الجولة عقد الوزراء اجتماعا بمشفى الزبدان مع الفلاحين للوقوف على الواقع الزراعي في المنطقة، حيث بيّن أحمد القادري وزير الزراعة أنه تم تشكيل 9 لجان على مستوى المنطقة لتحديد الأضرار لتنفيذ رؤية وزارة الزراعة للنهوض بالواقع الزراعي. سيتم توزيع الغراس المجانية، بالإضافة كانت المقترحات والطلبات حول تأمين مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى الاهتمام بموضوع الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف. سيتم توجيه مدير عام مؤسسة الأعلاف بإعادة تجهيز مركز الأعلاف وإعادة توزيع المواد العلفية من خلال منطقة الزبداني. هناك إجراءات عديدة سنتابعها مع لجنة المتابعة لتنفيذ ما تم إقراره خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له. كما تضمنت الجولة زيارة لبعض المنتزهات الشعبية والمنشآت التي أقلعت مجددا ضمن الإمكانيات المتاحة وعودة تدريجية للزوار، حيث أقيم اجتماع موسع لأصحاب المنشآت السياحية في ريف دمشق الغربية لتذليل العقبات وعودتها للعمل. هناك فريق عمل أنجز خلال فترة قصيرة خلال 10 أيام بأنه قيم جميع الأضرار على مساحة المنطقة. وعد اليوم السيد وزير الزراعة مثل ما وجه رئيس الحكومة بتقديم الغراس المثمرة مجانا للإخوة الفلاحين. كان في طلبات باتجاه عملية توزيع السماد والمحروقات، كمان رح يتم هذا الأمر متابعته بإشراف
مديرية الزراعة والفلاحين ووزير النفط، كمان بالمتابعة زاد الكميات للمنطقة في الأسبوع الماضي. بعد ما جردنا كافة ومسحنا كافة الأضرار وتقييم الأضرار بالصور أيضا وبالمعلومات وبنسب الإنجاز اللي كانت موجودة سابقا، اليوم كان في اجتماع تفصيلي مع أصحاب المنشآت بعد الجولة أيضا على الوقوف على واقع المنشآت المتضررة وأيضا على واقع المنشآت اللي بدأت بالإقلاع. أنا بدي أقول شغلة وبكل صراحة، اليوم كان في منظر يعني يدعو مو بس للتفاؤل، اللي شيء شفناه ما في صاحب منشأة عم يطلع لورا، كله عم يطلع لقدام. أيضا المفاصل العمل الحكومي وبعد الزيارة اللي قام فيها السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي، عم شوف الكل مصر أنه تكون بلودان أجمل. أكيد نحن بنعرف أنه المهمة ليست سهلة أمام حجم الضرر الكبير في منطقة الزبداني وبعض المناطق الأخرى، ولكن الإصرار شفناه من أصحاب المنشآت السياحية بإعادة إقلاعها. لجنة المتابعة أكدت بأنها بدأت بالخطوات التنفيذية مع وزارتي السياحة والزراعة بشكل تخصصي، وأن البرنامج الذي وضعته اللجنة لإعادة تأهيل المنشآت سينفذ بالتتابع، خاصة أن المنطقة اليوم أصبحت آمنة بفضل بطولات الجيش العربي السوري. تتابعونا في هذه الساعة الإخبارية أيضا. القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة بالجانب الأيمن للموصل. اللقاء يتجدد بعد الفاصل. سلطات العدو الإسرائيلي تمعن بالاستهتار في حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة بالجانب الأيمن للموصل. ثلاثة تفجيرات قوية تضرب العاصمة الليبية طرابلس. أهلا بكم من جديد. نظمت نقابة الأطباء في فلسطين المحتلة ومنظمة الأطباء لحقوق الإنسان وجمعية أطباء الأسنان اعتصاما في مدينة الناصر رفضا لسياسة الإطعام القسري التي يهدد بها المسؤولون عن إدارة السجون لكسر معركة الأمعاء الخاوية. مراسل الإخبارية السورية في الجولان المحتل عماد مرعي والتفاصيل. لا يزال اضراب الكرامة مستمرا لليوم 27 على التوالي وسط تصعيد من قبل مصلحة السجون الصهيونية ضد الأسرى المضربين عن الطعام لنيل أبسط حقوقهم. قمنا نحن مجموعة من المبادرين الأطباء بإعلان وقفة تضامنية للأطباء ضد التغذية القسرية وضد
جلب أطباء من الخارج، لأن النقابة في نقابة الأطباء تمنع أي طبيب أن يشارك في تغذية هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام قسريا. أنا من سكان القدس، واقف هون بشارك إخواني في الناصرة في هذا الموقع نصرة إلى المضربين عن الطعام، إلى البواسل اللي بقدموا كرامتهم اتجاه الحق الفلسطيني العام. نقابة ولجان الأطباء في الداخل الفلسطيني ومنظمة الأطباء لحقوق الإنسان وجمعية أطباء الأسنان نظموا اعتصاما في مدينة الناصرة رفضا لسياسة الإطعام القسري التي يهدد بها المسؤولون عن إدارة السجون لكسر معركة الأمعاء الخاوية. لازم نوصل رسالة أنه كل القوانين الدولية بتكفل الأسرى أنهم يواصلوا إضرابهم عن الطعام بدون التغذية القسرية. طبعا هذا بتوافق مع نقابة الأطباء اللي كمان بتكفل ضمان استمرار الإضراب لدى الأسرى الفلسطينيين وعدم استقدام أطباء من الخارج من شان التغذية القسرية. نرفض ونتضامن كلنا مع بعضنا البعض من أجل أن يرفضوا الأطباء هذا الأمر وأن لا يتعاملوا مع سلطات الاحتلال من أجل فرض التغذية القسرية على الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية. تحدي واضح بين الأسرى الأبطال والجلاد في معركة يبحث المضربون في ثناياها عن بعض الإنسانية والحياة الكريمة، فهم ماضون نحو الشهادة أو النصر. يؤكد الأطباء المشاركون دخول الأسرى مربع الخطر ويناشدون من أجل تسارع الحراك الشعبي والدولي لإنقاذ حياتهم وانتصارهم في معركة الأمعاء الخاوية على جلادهم. للإخبارية السورية عماد المرعي، فلسطين المحتلة. يتعالى الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون العدو الصهيوني على جراحاتهم ومعاناتهم ويؤكدون عزمهم على الدفاع عن قضيتهم، فيما تمعن سلطات العدو الاستهتار بحياة الأسرى ما قد يؤدي لسقوط شهداء في أي لحظة. خليل إبراهيم. من خلف قضبان زنازين العدو الصهيوني تزداد قضية الأسرى قوة وهي تقترب من شهر كامل. الأسرى الفلسطينيون والعرب يواصلون معركة هاوية تحت عنوان إضراب الحرية والكرامة رغم تراجع الحالة الصحية للكثير منهم لا سيما المرضى. وتتعمد إدارة سجون الاحتلال سياسة الإهمال الطبي إلى جانب إجراء عمليات نقل موسع للأسرى المضربين ما يزيد من إرهاقهم، لا سيما وأنهم دخلوا في مرحلة الخطر المباشر في ظل الإضراب. كما لجأت إدارة السجون إلى عزل جميع قيادات الحركة الأسيرة في ظروف سيئة للغاية في محاولة لممارسة أكبر أنواع الضغط عليهم. إلى ذلك حضرت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى من مواصلة الاحتلال استهتاره بحياة الأسرى، وهو ما يؤدي لسقوط شهداء في أي لحظة في ظل الحالة الحرجة التي تحيط بهم وما يتعرضون له من محاولات فاشلة لكسر إرادتهم. وفي السياق نفسه طالبت الأوساط الوطنية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام حكومة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومواثيق جنيف لعام 49 وتلبية المطالب العادلة للأسرى المضربين، مساندة الأسرى والتضامن معهم لإنجاح إضراب الكرامة وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال باعتقالهم وتعذيبهم وحرمانهم حتى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للأسرى. أوقف الجيش اللبناني الإرهابي حسين محمود الحجيري في تعلباية البقاعية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي. مصادر أمنية ذكرت أن الجيش اللبناني أوقف أيضا الإرهابي أحمد محمد أمون بعرسال بتهمة تهريب الأموال والسلاح إلى إرهابي داعش وتلقي أموالا ونقلها إليهم عبر وسطاء في جرود عرسال، و عامل في شبكة تهريب أموال بين بيروت وعرسال والجرود. القوات العراقية المشتركة تحرر منطقتي الهرمات الثالثة وحاول الكنيسة بشكل كامل في الساحل الأيمن للموصل، فيما قوات الحشد الشعبي تحكم سيطرتها على الطريق الرابط بين القيروان والبعاج وتتابع معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي. نادية الجنداوي. Thank you.
العمليات العسكرية للقوات العراقية المشتركة في الموصل تدخل مراحلها الأخيرة، حيث تمت السيطرة حسب قيادات عسكرية على أكثر من 75% من المساحة الكلية للساحل الأيمن للمدينة، والذي شهد تحرير مناطق جديدة بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي. أحد هذه الأحياء الهرمات الثالثة الذي تم استعادته بالكامل من الإرهابيين بمشاركة قطعات الشرطة الاتحادية المتمثلة بفرقة الرد السريع وقطعات الجيش باللواء المدرع 34 والفرقة المدرعة 9 واللواء المشاة 73 فرقة المشاة 15 مع إدامة التماس مع حي 17 تموز في أيمن الموصل. منطقة حاو الكنيسة هي الأخرى تم تحريرها بشكل كامل على أيدي القوات العراقية التي أحكمت السيطرة أيضا على الضفتين الغربية والجنوبية لنهر دجلة. ووفقا لقيادة عمليات قادمون يا نينوى، فإن تنظيم داعش الإرهابي تكبد خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في معارك تحرير تلك المناطق التي تشهد عمليات واسعة النطاق للجيش العراقي لاستعادة الساحل الأيمن للموصل الذي يمثل آخر بؤر وجود إرهابي التنظيم في المدينة. تطورات ميدانية تأتي تزامنا مع سيطرة قوات الحشد الشعبي على الطريق الرابط بين ناحية القيروان والبعاج غربا والقيروان وسنجار، ما ضيق الخناق على إرهابي داعش في القيروان بهدف تحريرها وصولا إلى الحدود السورية غربي الموصل. اعتبر الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاع النظام السعودي محمد بن سلمان هما أخطر رجلين في العالم بسبب مواقفهما المتهورة والعدائية وسياستهما القائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى. كوكبيرن قال في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية أن الكثير من المراقبين يرون أن ترامب هو أكثر الرجال خطورة على وجه الأرض، وها هو يخطط لزيارة السعودية ليقضي 3 أيام يلتقي خلالها بن سلمان الذي يليه مباشرة في قائمة أكثر الرجال تسببا في حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن بن سلمان أظهر مرارا وتكرارا انعدام الحنكة السياسية والتهور خلال العامين ونصف العام اللذين مارس خلالهما السلطة في صفوف النظام السعودي. أكثر من 100 مليار دولار هي صفقة أسلحة ستعقد بين الولايات المتحدة والنظام السعودي، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. 19 من الشهر الجاري هو يوم زيارة دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة، وقبيل زيارته تلك يتم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع صفقة أسلحة ب100 مليار دولار بين واشنطن والرياض بحسب مصادر داخل البيت الأبيض. المصادر قالت إن الصفقة تتضمن أسلحة أمريكية ومعدات وسفنا وأنظمة دفاع جوية، مضيفة أن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال 10 سنوات بحجة الدفاع عن النفس، ولكن السؤال ضد من. الولايات المتحدة تسعى دوما إلى خلق الفوضى في الشرق الأوسط، وذلك عبر إذكاء نار الفتنة بين النظام السعودي ودول أخرى كما يرى مراقبون، وبذلك تحصن الولايات المتحدة ربيبتها إسرائيل عبر وضع النظام السعودي كمحام للدفاع عنها. وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي لأسلحة النظام السعودي بمختلف أنواعها، من الطائرات المقاتلة من طراز F-15 إلى أنظمة قيادة وتحكم تساوي عشرات المليارات من الدولارات. أسلحة يتساءل مراقبون حول أهميتها، فالنظام السعودي في شرائه للأسلحة ينقذ الأزمة المالية في واشنطن بغية إرضائها وإبقائه في سدة الحكم، وإن استخدمت تلك الأسلحة فهي توجه ضد الأشقاء العرب فقط كما يحصل في اليمن. ها
هزت 3 تفجيرات قوية العاصمة الليبية طرابلس، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من منطقة تسيطر عليها إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة. رغم تضارب المعلومات حول أسباب الانفجارات، بيد أنها ما تزال تضرب في بلد أثقلت الحرب كاهلة بحجة الديمقراطية التي كذب بها الغرب على الشعب الليبي، حيث لم تجلب إلا الخراب والويلات لهذا البلد العربي. مصادر ليبية صرحت أن 3 تفجيرات قوية هزت العاصمة الليبية طرابلس في منطقة تسيطر عليها إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث سمع دوي الانفجار في منطقتي طريق المطار وأبو سليم في العاصمة. المعلومات تضاربت حول أسباب التفجيرات، ففي وقت تحدثت فيه مصادر عن تفجير سيارة مفخخة، ذكرت مصادر أخرى أنها ناجمة عن قصف صاروخي دقيق. دوي التفجيرات هز العاصمة الليبية برمتها في وقت تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا قالوا إنها لأعمدة الدخان المتصاعدة من مقر ميليشيا غنيوة الإرهابي بعد تعرضه للقصف. ليبيا التي ما زالت تعيش منذ عدوان الأطلسي عليها عام 2011 حالة من الصراع وفوضى السلاح، متحولة إلى بؤرة تطرف جاذبة للإرهاب والإرهابيين، يبقى الوضع فيها ذاهبا للمجهول وسط صمت دولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة هناك. وهذا ما يستلزم وضع خطة عمل فاعلة على الأراضي الليبية من قبل القوى الوطنية الليبية لوضع حد للفوضى وتنسيق حلول مقبولة لإيقاف حالة النزيف التي يتعرض لها الشعب الليبي. نددت بعثة كوريا الديمقراطية في الأمم المتحدة بالجنون الهستيري للولايات المتحدة، مشيرة إلى اتباع واشنطن سياسة ترهيب وتهديد ضد الدول الأخرى لدفعها إلى تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ. لم تتخلى الولايات المتحدة عن أسلوبها الهستيري في التهديد والوعيد وفرض العقوبات على دول خالفتها الرأي في سياساتها الدولية، أسلوب فقير تتبعه واشنطن في سعيها الدائم للهيمنة على قرارات الدول. تصعيد جديد بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، نددت من خلاله بيونغ يانغ في الأمم المتحدة بالجنون الهستيري الأمريكي، حيث اتهمت واشنطن باللجوء إلى كل الوسائل التي يمكن تصورها من أجل دفع البلدان الأخرى إلى تنفيذ العقوبات من خلال ترهيبها وتهديدها علناً بعقوبات خطيرة، في وقت دعا بيان دول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى إعادة النظر في تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ بحجة أنها غير شرعية. تصعيد ترافقه تصريحات جاءت على لسان تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة خارجية كوريا الديمقراطية، حيث أكدت أن بلادها ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية وبشروط محددة. وسط تصعيد للجهود الدولية بهدف الضغط على كوريا الديمقراطية بشأن ملف سعيها لحيازة أسلحة نووية، استعداد تام لبيونغ يانغ ترد من خلاله على أي خيار تتخذه الولايات المتحدة، وتوعد بزيادة قدراتها النووية ما لم تتخلى واشنطن عن سياساتها العدوانية. إلى العناوين: الجيش العربي السوري يكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بمحور دير الزور. تسوية أوضاع ومصالحات في سعسع بريف دمشق الغربي ومحج بريف درعا. الدفاع الروسية تقول إن مجموعات المراقبة على نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر بسوريا تصف الوضع بالمستقر. القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة بالجانب الأيمن للموصل.
وكان في النشرة بيونغ يانغ لا تمانع إجراء حوار مع واشنطن ولكن بشروط. نهاية هذه الساعة الإخبارية مني ومن فريق العمل أطيب المنى بأمان الله.